لك رواق لك ابني اللي شو فيه؟ وين هذا اللي اسمه بعصام اللي عامل لي فيها وطني؟ دوز كلامك ابضاي احسن ما اقطع لك لسانك. ها انت ابنه معتز مايك؟ انت اللي عواطلي طول نهارك وبالليل عامل لي فيها ابضاي؟ غصب عنك ولا؟ انا مالك انا مالك هون اللي لك ابني بالمختصر بالمختصر عندك شو بدك؟ بدي ابو عصام، ابو عصام اللي حرمني من شوفة ابي وطلع بوراعه من المشفى. بدي اقطعه بايدي هون بنص حارته اللي عامل لي فيها زعيم. اهدى قلنا مين ابوك لحتى نفهم شو الحكايه. انا عملت تحصين الدوماني واسمي هلال والندل ابو عصام طلع بوراع ابي. لك تقطع 60 ندل انا ابو عصام ولا واك واك ولك قسما بالله لو مالك دايس بساطه لنساويك فرشه يا وطي. ما حدا منكم بيتدخل. ها انا بدي هذا الندل ابو صرمايه. اطلع 60 ندل الا بالله. خليني اطلع شو فيك. ما بصير ان شاء الله عمي. لك عمي هيك ما بصير ان شاء الله عمي. ابو عصام هدول مستقصدينك لك انت. لا قوه الا بالله. صلي على النبي عمي ابو عصام. روق عمي روق. ولا زعيمكم خلاص. لك يا باطل خلص خلص ما باطل بيحضر ابو جوده كله بيخلص. اسمع هلال بدي اسمع صوتك ولا بحرف. فهمان؟ لا سيدي بدي احكي. أنا ما أجيت على هاي الحارة لحتى خربها وأضرب رجالها هدول اللي واقفين وراك مثل الحريمات. خلاص بليه. أنا أجيت مشان زلمة واحد بس هو أبو عصام. بس هن تدخلوا وحاولوا يدافعوا عنه أما كانوا نصيبه. لا أنت شبتك منه؟ لك شو بدي منه؟ حرمني من شافة أبي، حرمني من جنازة أبي، زور وراء أبي وطلع فيهم من المشفى وعوانته وحرمته العوايمية.
ومثل ما بتعرف أبو جدد حرمته كانت ضابطة فرنسية. ولك خلاص فشلنا خلصنا ما نحتاج شباب. حاجتك عب أنت دخنت صار لي كذا يوم وأنا ساكت عنك قول معلش بلكي بيتربى بلكي بينا أنت الصاهر ما عم تقنع. تفضل أحكي يا أبو جودة نورنا لسوف أحكي. لا يعلى صوتك عمدي يشرى غسيلك هلا مو وقتها بعدين بنحكي. اسمع هلال أنا يعني ما راح أعمل لك مشكلة هلا مقدر وضعك مقدر ظرفك بس دي لك يا أوعك تجيب سيرة المرحومة مرت أبو عصام. الشغلة الثانية بدك تنفذ هلا وبالحال تاخذ رجالك تطلع برات الحارة تحرك. أنا ماني طالع من هون لحتى يجي حدا من الكبارية يحكي معي وياخذ لي حقي. لك يا ابني شو حقك؟ بدي اياكم تحاسبوه لأبو عصام وتسألوه ليش هيك عمل معي مو حرام؟ ولك شو بدك انت؟ بدك تحاسبه على شو بدك تحاسبه؟ على اللي عمله سيدي على اللي عمله. لك يا امدي قصور الشر وتعال نقعد النظافة ونحكي بلكي انت غلطان. لك هذا الفرنساوي عم يشتغل فينا. لا تواخذني شيخي الفرنساوي ما عم يشتغل فينا نحن عم نشتغل ببعضنا. ليكو ابو عصام الفرنساوي قال له يصور وراء ابي ويطلع فيهم من المشفى شو؟ هلال اسمع بقى كلمة واحدة ما في غيرها خذ رجالك واطلع برات الحارة. ابو جودات تفضل يا ابو صافير. من بعد اذنك بدي احكي كلمتين. ايه احكي دكلم عيونك. لك هلال انت شو عرفك انه ابو عصام طلع بوراء مزورة؟ هيك قالوا لنا بالسجن العسكري. ايوه وهلا شو بدها؟ بدي اخذ حقي من ابو عصام وبدي اعرف وينه ابي مو هو اللي طلع بوراء ابي؟ لك ابي وين ابي؟ رو لك ابني وهدي وخلينا نحكي. اسمعوا كلياتكم اذا بدكم كف بلاي عنكم بتعطوني ابو عصام. ماشي ماشي بس خلينا نحكي وبتسمع من تم ابو عصام. عمي انا لا بدي اقعد ولا بدي احكي. وحد الله يا رجال شبك خلاصته مثل ما عملكم انا هيك بدي وبتخبروا له هذا الندل. ايوه ده المعروف خلصنا معك. ايه حركات حرك شو صد عصام؟ سيد عزة افندي وين السيد الوالد ابو عصام؟ ما بعرف ابو جودة ما بعرف. ليفي لك وين انت وينك هلا؟ شباب حشروني بالشاميه. اذا هن انحشروك انت بتنحشر. شو يا نبي خالي؟ سمع ماده الثانيه. خلصنا انت وياه طالما انفضت المشكله نحن ما عاد لنا شغل. السلام عليكم. مع السلامه. الله يستر. حاضر سيدي. حرك شرفوا يا شباب. شرفوا على المضافه نحكي لنا كلمتين. شرفوا لنشوف. شرفوا يا شباب. لك ماني في القصه زلمه ما بعرفه من اصله عم يقطش والحش من عنده من عنده من راسه عم يحكي. لكن انا طالع بوراء مزوره. طيب احكي لنا انت شلون طلعت؟ ابو عصام طلع فيني هون. احكي لنا شلون طلعت؟ الحاره قايمه قاعده، كل واحد عم يحكي على كيفه، بدنا نعرف شلون بنحلها، يا اخي احكي لنا شلون طلعت؟ شبنا ابو عصام احكي ولا خجلان تحكي؟ مرتي الله يرحمها هي اللي طلعتني. ليش مرتك مو ممرضة؟ شلون تقدر تطلعك؟ طلعتني. شلون؟ شلون طلعتها؟ بدك تحكي هلا، لأنه سود وشنا وطربشت الحارة من شأنك. خالي، روي. أعطيني نصك أنت ها، لا تخلي خلي يطلع عليك. أبو قاسم روي بقى شبنا، شبنا. ما بني شي، لك ما بني شي، بس أحكي لك أحكي، انتفق قلب العالم وهي ناطرتك لحتى تحكي، وأنت ما كنت تحكي ولا تتنفس. عم أحكي، عم أحكي. تفضل احكي وهي سكتنا وهي خرسنا. قلت لكم مرتي هي اللي طلعتني. شلون قربتني من المستشفى؟ ايوه وشلون بقى قربتها وانت ضعفان ومغادران تتحرك؟ لما صحيت قربتني. لما صحيت ايوه معناتها الحكي اللي حكالكم انضان وهلال صح. انت يا مرتك عوانية وطالعتها يا مزور وراء وطلعت. لك الله يخزيك مثل ما خزيتنا قدام اهل الحارات. الله يخزيك. لك الله لا يسامحك. لك فهموا انه كانت مرتك عوانية طلعت محل واحد وحرمته من اهله. لك انت شو انت ها؟ لك ما عاد فرقت معك بشي؟ لك انت شو فهمني؟ لك ما عدنا نعرف ناخذ منك كلمة حق. أبو عصام احكي حرمتك
مو كانت عوينية. وعصام، هلا صحيح مرتك كانت تشتغل مع الفرنساوية؟ بس دابت، دابت أبو حاتم دابت. أيوة دابت. وليش ما حكيت؟ لك ليش ما قلت لي إلي على الأقل؟ لك أنا صاحبك، ليش ما قلت لي؟ شوف أبو حاتم، مرتي رحمة الله عليها كان ما في شي بالحال، ضئيرة ومعترة وعارفة حالها، مشان هيك اشتغلت عند منهم بالمشافي ممرضة. قال دير بالي علي وقت كنت هنيك أنا ليل نهار صبح ومساء، الله وكيلك ما تركتني. لما شافوها هيك عم تحنحن علي داروا حاموا حواليها لحتى هيك بنشغلوها معهم طنبروها. اشتغلت معهم بس بعدين تابعت تغيي عقلت لي هذا الحكي بعض مثل سانة الله وكيلك تابعت. يعني يا بي ناديا كانت عوايتي؟ الله يسامحك يا بي، الله يسامحك، كسر ظهرنا بالحرب، الله يسامحك. يا سعاد شو قلت لي؟ أنا تحرم علي شوفتك وشوفت بناتي، إذا بتتمي قاعدة بهالبيت مع رجال متجوز حوالية وفوتها على الحارة. طول بالك يا أخي، طول بالك لنفهم شو القصة. ولك أكثر من هيك شو بدك تفهمي؟ عم بقول لك جوزك متجوز ضابطة من المخابرات الفرنسية وفوتها على الحارة ومزور أوراق واحد ميت وطالع باسمه، هذا جوزي. بدك تضلي عنده ضلي، بس بدك تنسي إنه عندك أخ أنت وولادي. شو هالحكي اللي عم يحكيه خالي يا امي؟ والله ما بعرف، هلا بس يجي ابوك بنعرف شو القصه. يو خير ان شاء الله. خير خير بغران، ليش هون سعيد؟ شبن عمي، يعني فكرني مصدق الكلام اللي انقال. انا وبغران جايين نطمن عليك. والله ماني ناقص، لا والله سيبت لي ركبي. معاش اللي بده يسيب لك ركبك عمي، اهدى وروق وصلي لي على النبي، ما في شيء بالدنيا ما له حل. ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ابو عصام احكي لنا شو اللي صاير. خلصت بقى يا عمو، خلي ابي يرتاح بعد منا بيحكي لنا كل شيء. طيب طيب. اي ناديا، اي وهيك قصتي معها بطاطها. السلام عليكم. لازم الناس كلها ابي تعرف، كل الناس خصوصي اهل الحاره كمان، بس كله هذا والله العظيم ما بيهمني أبي. أنا بيهمني بس أنتو، أنتو لازم تعرفوا، مو بس لازم تعرفوا لازم تصدقوا. نادا كانت من زمان تشتغل مع الفرنساوي، هيك أبي كانت مضطرة بدها تعيش، لقيت حالة معهم بس يشهد ربي علي ما أذت حدا، لأن اللي شفته لأن اللي صار لي علمه ما استحدهم لا من أولادين البلد ولا حتى من أهل الحارة. بس ما كنت مضطر إنك تتجوز يا أبي، ما كنت مضطر. هذا اللي صار، هذا اللي صار يا أبي. إذا نحن صدقنا هذا الحكي، الناس شو بدها تصدق؟ شلون؟ عصام شباب، ليشك عم تحكي مع ابوك؟ نسيان انه ابوك؟ عم يحكي مزبوط ابي، عصام عم يحكي مزبوط. الناس بدها تسال ابي، الناس لازم تصدق
كيف بدي صدق لازم تعريف عم يحكي مزبوط يا ابي؟ بس الناس كلياتها بتعرفك وبتعرفك وبصمت لك بالعشره يا ابي. تعرفني بس ما بصدقني. لصدقني لازم تعرف، لازم تعرف كل اللي صار معي، لازم تعرفه بالحرف الواحد.